حبيبي تعس. ايوه عم غابي روح تنتعس. والله مطلع ولعت مش عارف ايش سيبو بحاول طالبو يخر مش فلتو بطنش ولا استنش على حدا 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 ما حبش أبي السوق نايم يابا والحركة ما فيش أبوي طنش خليك مطنش أحسن لك تعيش تنتعيش تكسبها للصبح اضحك دايما خليك مطنش شو مجاله أبوي اسمعوا طنش أبوي ها طنش 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 أبوي طنش عم غابل زمان مطنش تعيش عندي مبلش تنتعش خلونا نبلش يا ولدي عليك صدقي بالله ما شفت شيء من المباراة لا 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 هون هون ببلاش هون شوي شوي تشدي شوي 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 يا ولدي شفت عليك ما شفت شيء بعديها بسيطة هاي بسيطة شو دي الحما شو اللي بسيطة يا ولدي شوي شوي بقول لك تشديش ايوه انا شديت عاد بدك تتحمل بعدين اللي خلاك تتحمل كل هالضرب وتصبر علي بخليك تتحمل ايدي اتحمل؟ والله ما انا عارف ايش بدي اتحمل ولا ايش دقوا فيه الجهتين هذول يجيبوا جول هذول يدقوا فيه هذول يجيبوا جول هذول يقوموا اجروا تقول عدوهم يا بي يا بي على البوكسات اللي اكلتها اليوم يا ولدي تعرفي ما حدش بيحس بوجعي الا فتبول طالع حالا من مباراة النهائي أنا عارفة شو اللي خلاك تروح تحضرها في الملعب هالمرة ما أنت دائماً بتقعد في الدار وبتتابعها على التلفزيون غلطة يا سعاد غلطة ومش راح تتكرر طلعي ما أنت شايفة اللي أقول لك بدي أروح كمان مرة بركي أكلتي هو هون عشان يصيروا طقم أني جميلة أصلاً ولا إلي بالمشاكل بالمرة الله وكيلش يعني يا دوب توها المباراة مبلشة شايفة تقدر تقول يعني ولا بقدر اقول بالثم بقدر اقول بالثم المليان انه اصابتي نظيفه 100% ولا فيها اي تسلل طيب هسه لا تفوت مرارتي وهات من الاخر شو صار الحاصل بلشوا اللعيبه بالفطمور ناولها لا لاعب ثاني خذ وهات هاد وخذ خذ وهات وانا باخر المدرج واقف فوق واقول له كذا كوم الفرد لحاله ولك عظيم عظيم وشات الفطمون بوز ما استناش على الفطمون تايصل اول ما وصلوا الفطمون شاتوا بوز ومش بوز بعقل دغري والله الفطمول دغري دغري الله لا يوريك هالدغري طيب شوتوا كيف مشاتوا المهم شو صار هو لما شات الفطمول بوز يا وي محمد ضربته يا وي انا وين قاعد انا مقرمش على راس المدرج وبتفرجوا الفطمول جاي لما صار الفطمول هيك هوي هوي
علي محمل ولا المكبور ملزق بوجهي امي او طرقني الفطمور صباحي ولا مكرفج لتحت ليش ما في كوم دبش تحت وحجام ولا صحيت الا بنهايه المباراه. طيب وغافل وين راح عنك؟ مش كان معك؟ مزبوط سعاد، بداية المباراة أول ما فتنا على الملعب كان معي، بس لما فوتوا الجمهور ذانا عن بعض. ما هي هجمة أمت لا إله إلا الله كلها جاي على المباراة. وبيني وبينك بعز المباراة والمباراة مولعة، سمعت واحد بيقول أنا مش مع حدا، يا جماعة الخير سيبوني أنا مش من هون، أنا من راق طريق. بدعي الله ما يكونش غافل. ليش؟ لاني سعاد شفت الجمهور برمي اشي اخضر وبرجع بلفه، برمي اشي اخضر وبرجع بلفه، 100% غافل، لانه مش معقول يكون عرق نعناع. مساء الخير يابا. مالك يابا؟ خير؟ شو في؟ لا يابا يابا تخافش، سليم ان شاء الله. كل هذا سليمه؟ شوف عينيك. شو هذا؟ هذا تذكار. انت يابا بس قول لي مع مين تمشكلت بالضبط، قول لي. انا يابا ما تمشكلت مع حدا، أنا برضو تبع مشاكل كل ما هنالك. حضرت مباراة شخصي بالملعب. طب ليش هيك صار فيه؟ لأنه الجمهور عاوز كده. قول إن شاء الله اللي شفته يكون حلم، أما إذا اللي شفته كان بالواقع وعن جد اقرأ على حمدي السلام. حمدي؟ كف الله الشر. جميلة، أنا اللي شفته ما بتصدقش. شفتي لاعبين الجمباز هذول اللي بنطوا وبطيروا بالهواء وبعملوا حركات بهلوانية وبردوا ينزلوا وبرد يطير ويلعب؟ شفت بالتلفزيون. شفتلك 10. شو 10؟ قولي 100. قولي أقولك نص الجمهور ينزل ويطلع بالهواء ويعملوا حركات بهلوانية وردوا ينزلوا وردوا يطيروا وينزلوا ويطيروا وبدون شبك تحتيهم. لا مستحيل أقدر أصدق، كيف يقدروا يطيروا وينزلوا وبدون شبك؟ جميل، أنا شايفه ينزلوا ويطلعوا ينزلوا ويطلعوا. أنا شايفه بعيني هاي إنه بدون شبك. لا مستحيل. طب لو قلت لك إنه اللي تحتيهم كان حمدي بصدقي ولا لا؟ حمدي؟ الله يكون بعونك يا حمدي. الله لا يورجيك اللي شفته امبارح. جمهور الفريقين اللي عمرهم ما اتفقوا على اشي، على حظي صاروا اخوة وحبايب، حطوا ايديهم وبيدين بعض. وين العين اللي بتوجعك واعطيها لما بطلت اشوف؟ طب ليش يابا؟ هو ما فيش حدا غيرك على المدرجات يدقوا فيه؟ من هذا اللي سألته لحالي، المدرجات مليانة سعاد، يمكن عشان انا مميز ضابط. شوف مين يابا، شوف مين بسرعه. خير اللهم اجعله خير. اهلين عم غف. السلام عليكم. سلامات. الله يسلمك يا عمي، يرضى عليك. ابو شو اخباره؟ طمني. هاي موجود، تفضل. يا ساتر. هلا هلا عم غامل. هلا تفضل. هذا حبيبي. الحمد لله على السلامة، تفضل. الله يسلمك، الله يسلمك، طول عمرك. سلامات. كفارة. حمدي. نعم. قل لي هو شو اللي صار معك؟ والله ما أنا متذكر بالضبط عم غافل، لأني أكلت هوي على راسي، ما كلهنش مسمار أبو 10. أنت المهم، شو اللي صار معك؟ الله لا يوريك يا حمدي. أنا تلقيت الهدف الأول اللي فاته. وانت شو صار معك؟ أنا بالنسبة لي تلقيت الصدمة عم غافل، لما الهدف ضايع الجمهور حبوا يهنوني.
بسيطة بسيطة بسيطة، تعيش وتاكل غيرها. طيب ما قلت ليش يابا؟ ليش انت بالذات اللي صار فيك هيك؟ اي هو انا بس اللي صار فيي هيك يابا؟ مش شايف عمك غافل كيف يتهبر؟ اخ اخ هو تهبرت وبس، دبش قلاب دبش وصباح يا جه. اخ بس انا مش عارف ابوك شو اللي صار معه. انا اعوذ بالله من كلمه انا عم غافل والحكي للجميع. يا جهول الله يرضى عليكم، فوتت على هاي المباراه بالذات وانا مطمن نفسيا. عارف ليش؟ لاني لابس لون محايد، يعني ما حدش راح يعرفني من الجمهور اني ما حضور ولا ما حضور. شفتك وقعدت بين الجمهور، الجمهور ساكت عم غافل، فجاه المباراه ولعت. حلو، وانا شفت انه ما فيش مفر، لازم اشجع معاهم احسن ما يكشفوني. طيب وبعدين بلشت اشجع عم غافل وحميت حميت، صرت عريقه وصرت اعتف واقول بالطول بالعرض راح نمسح فيه كل ارض. وبالاخر اتضح لي انه انا قاعد مع جمهور الفريق الخصم. وعينك ما تشوف الا النور، بوكسات طالعه وبوكسات نازله، بطلت اشوف. يا حبيبي وبعدين؟ المهم عم غافل ما حدش قصر من الجمهور ورموني توريم وشوفت عينك. طيب والنفق اللي بوجهك من ايش هذا؟ هذا واحد من الجمهور قام غلط على الحكم، قمت انا بحسن نيه قلت له يا اخي يا اخي لو سمحت هدي اعصابك، الحكم هذا برضه بني ادم وابن عالم وناس. انا ما لحقتش اكمل الجمله، سمعت اشي انفتح ترك وشو شوفت عينك. كيف حالك هسا؟ انا مليح بس مدقدق شوي. طيب هسا لسه جابوا بالتلفزيون انه المباراه تبعت اليوم اجلوها للشهر الجاي. الحمد لله، ايش بتكون ايدي جبرت. ان شاء الله بدك تنزل على الملعب تحضر المباراه. لا 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 بدي احضرها على التلفزيون، ما عليش انت. لا والله صدقتك يا بنت الناس، انا بدي اشوف المباراه على التلفزيون عشان اعرف غضيب هالوالدين اللي استهدفني اول اشي. وبعدين يا سوهات حاسس لك وجهي زي النار لهبه. وبعدين معك يا حمدي، بس معقول لهسه لساتها بتوجعك؟ يعني بدل عليك يا سوهات، بتصدقي بالله مش المباراه اللي انضربت فيها انتهت واللعيبه والحكم روحوا؟ انا بالنسبه لي المباراه لسه باول. خلص يا حمدي عاد ارتاح ولا تفكر في اللي صار. ارتاح؟ انا عمري ما ارتاح يا سوهات إلا إذا اعتزلت الرياضة وبالكرت الأحمر. ول 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 مالك يا وحش، هذا حالتك بالمرة. شو بالمرة؟ قال بالمرة قال. أنا خلص يا سعاد، أنا طلعت من الدوري كله. خلص يا جميل خلص، ولا بدي أروح على الملاعب ولا بدي أشوفها، خلص بديش أروح بالمرة. اسمع، لازم تتركك من هيك لعبة، هذه اللعبة مش إلك يا زلمة، طلع على عمرك، ما بتناسبك هيك شغلات. إيه عاد يا جميلة، أنا لازم أعرف منو هاد غضيب الوالدين. إحنا شو قلنا؟ خلص انسى. بعدين هو ما شات الفطبول دغري إلا مستقصدني. اتق الله يا رجل، كيف مستقصدك وانت من بين كل هالأمة؟ بحلف بالله إنه ما شافك. لا كيف جاب الضربة بوزيك وعلي دغري أجت بي بصباحي؟ ها أياني كنت سامع الفطبول وهو متوجه علي قاعد بصيح خافت خافت، وجاي زي الصاروخ علي، صمتني بصباحي شقلبت. أي أنت عارف الضربة هاي كانت تقول ضربة مدفع، بتعرفي؟ ومش مدفع بسيط، مدفع عملاق عملاق. بس لو أني عارفه حمدي
ولكن رد علي وقوي قلبك وقول خلينا نروح على المباراة. ترى بقول لك ولعة دمار العادة تحطيم. تحطيم؟ أكثر من هيك تحطيم شو بدك؟ مش رايح أنا، لا يمكن أرجع على الملاعب بعد اللي صار فينا. حمد الله يرضى عليك، انت رد على هاللحية وروح، ولك بس شجع انت، وكاي مباراة ما بتتفوتش. قوية يعني؟ أبا شو قوية، ولك دمار العادة. بعدين الأمن مستتب والنفوس هادئة. هادئة؟ ومين قال لك عم غافل بدها تظل هالنفوس هادئة؟ بكرة مع أول ضربة جزاء مش محسوبة أو أوفسايد مشكوك بأمره ترجع بتولع وبتهب؟ أنا مش ناسي اللي صار بي، بس أنا مش خايف، أنا بدي أروح. لا يقولوا لك الأمن أرتال أرتال هنا. أرتال؟ أرتال كيلوات مش فارقة معي عم غافل، الأمن ورجال الأمن على راسي من فوق. بس صدقني لو قوات حفظ السلام والمارينز والأطلسي موجودة مش رايح. تعادل معه بدون أهداف على ملعب إيلاند رود، واعتبرت هالنتيجة منيحة للفريقين بخط الدفاع وتماسك خط الخطر، خاصة وأن الفريقين بالذات ما خسروا بعد ولا مباراة من بداية الدوري. روقي روقي شوية جميلة روقي، خليني شو أبغي خوف الله واحد منهم أقول منعون الحرس اللي ضربني بيها. آه. طلع اطلع 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 اجي راحت شوي ولا راح قول أي دنيا. شوفتي بعدين ايوه ولا اركض بالراحه اركض ربي لو اني محلك. جميله قومي سوي لي كوبايه شاي، قومي شاي على النار ولا كسره والله لو محلك انا غير اشلخه. ولي ولا كمان ابعد ريد اعين عليك يومي محزنك، اما مبين عليها مباراه كسر عظم. هاي عشان هيك خليك هون، نالك من كسر العظام المرة الماضية اللي كفيك. جميل روقي لا تعكري مزاجي، خليني احضر هالمباراة وانا رايقها، لا تشوشي علي. الله يستر عليك، اذا بتزيديها هسه برفع الكرت الاحمر وبروح احضرها بالملعب. ها. اذا الك قلب تروح روح. تترملي يا جميلة. يووو فرقانة معي؟ بلا كثرة حكي وروحي جيبي لي الشاي، بسيطة، روحي. غافل غافل ترملت يا جميلة. شفتها يا عبود؟ هذا اللي عبود لبلاش يا عم، اللعيبة مرتاحة مبسوطة بيدفعونهم. طلع 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 شوتي طلع أبايييييي زي الصاروخ اللعب فيهم، فيش عندهم فلافل يا جو. طلع 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 شوف هالشوتي. شفت الرأس؟ طلع 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 يا بطلع. شوف شو قلت لك؟ طلع جمهور كيف قاعد هادي ومؤدب. طلع يابا، انا بدي اتفرج على الجمهور ولا على المباراه. الله يسعدك خلينا نتابع اللعبه. يابا عبود انت بعدك صغير، الله يعطيك طول العمر يا رب. ان شاء الله اللعب يابا مش تحت في الملعب، اللعب فوق على المدرجات، هناك بتشوف عزم وتصميم واراده قويه. يابا اللعب تحت مش فوق على المدرجات. معك حق يابا، يسلم ثمك. اللعب تحت والجد فوق. وشو أخ
اخ 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 مالك مالك يا اخ؟ صار لك شيء؟ ها؟ مالك؟ لا يا ابا انا الحمد لله ما فيش فيه شيء. بس يا ابا صرت احزن واحس مع الفوتبول. شفت كم شوطه شاتوه. يا مسكين يا هالفوتبول شو بتنشاف؟ المره الجايه يا زلمه صرنا مغلوبين 100 مره دوري. هذا حصل كيف؟ الله هو اكبر. شو بطعنوهم للعيبه تبعينا؟ والله ماني عارف. اتفضل هسه جايب الشاي انت الثانيه؟ عادي يابا. شو نتفضل؟ بالمباراه خلصت، شو بدي اسوي بالشاي؟ ما تخلص، ليش معصب علي انت؟ حر انا بعصب وبعد انت ما بدي. والله جاد، ولا عشان هم اشطر منكم وطصوكوا. سعاد بطصك يمين بالثلاثه وتروح على رانقه. هلا هلا، ما روح من غير ما تحكي، روح. ايه؟ سمعت؟ بتقولي روح؟ ترى طول عمرها ضدي امك، بتشجع الفريق الثاني انا عارف، بس مش قادر تحكي، مش قادر تحكي. ولا انت معاي ولا معاها؟ انا مع اللعب الحلو. اللعب الحلو؟ معناته بتشجع الفريسه. روح روح. مرحبا. اهلين 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 بكم. اوه وين عم غاده؟ اهلين. شكراً, شكراً حبيبي. شكراً يا عمي شكراً. أغلبك بصول بالباب إيدك عبود. أخي عبود مالك يا عمي متغير؟ لا ولا إيش إصابة ملاعب بس. ودي متفضل أمالك تعال تسمعك بالفيضانات برضو. سمعك بالكوارث. بشوفها. انت شفتها؟ انا كنت بيناتهم حمدي. قصدك تقول انه المباراة كانت حريقة؟ الله لا يوريك يا حمدي، كانت لهبة بركان وتفجر وكله كله عجب صباحي. طيب والحل عم غافي؟ احنا كبرنا الواحد جسمه بطل يتحمل يا زلمة. صح إلا المنتخب. والله يا عم غافل أنا هيك قررت. رايعتك فوق. لواحة 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 لواحة. لا إله إلا الله. الله معك يا عم غافل، لكن بوعدك بكل مباراة أحضرها أقطع تذكرتي وأهدي لك وأهدي لك.